السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور عبد الله ونيس، طبي بشري القصر العيني. ان شاء الله باذن الله هنكون متواجدين معاكم السنه دي فارما لاين في تدريس ماده الفارماكولوجي، انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وان شاء الله باذن الله هكون معاكم في ماده الفارماكولوجي، اظن باين يعني. طيب هنبدا الاول نفهم يعني ايه كلمه فارماكولوجي. طب انت خدت في الترمينولوجي ان كلمه فارما يعني دراج، واولوجي يعني ساينس. إذا ساينس ذات ديل ويز دراجز، علم الأدوية، فارماكولوجي. طيب عايزين بقى نفهم يعني إيه كلمة دراج. هو إيه أصلا كلمة دراج؟ دراج هو عبارة عن كيميكال سابستانس، مادة كيميائية، ماشي، مالها؟ ذات ستيميوليت أور انهبت أن إكزيستنج سيل فانكشن، يا إما تزود وظيفة معينة في جسمك يا إما تقلل نشاط الوظيفة. طيب عشان تفهم الكلام ده تعالى ندي مثال. دلوقتي انت مثلا عندك خليه في جسمك، طبيعي جدا، الخليه دي فيها انزيم، الانزيم دوت لما بيشتغل بيعمل وظيفه معينه، الكلام ده طبعا انت واخده فهمه كويس. طيب انا دوري كدواء لما اخد الدراج اللي هو الماده الكيميكال يعمل ايه؟ قال لك يا اما يزود نشاط الانزيم وبالتالي الفانكشن تحصل بشكل اسرع وامور اكتف، يا اما اقلل نشاط الانزيم فالفانكشن ما تحصلش خالص. لكن مفيش حاجة اسمها دواء اخده من بره يخترع انزيم مش موجود في جسمي اصلا فيخترع وظيفة جديدة، لا الكلام ده لسه ما وصلنا لهوش يعني. طيب يبقى اذا الدراج هو عبارة عن مادة كيميائية بتزود نشاط او تقلل نشاط وظيفة موجودة طبيعي في جسمي بس ما بتعملش حاجة جديدة. طيب انا بستخدم الدواء في ايه؟ ثلاث حاجة، يا اما اعالج بيه، يا اما استخدمه للوقاية بريفنشن، يا اما اشخص بيه. طيب حكاية ان انا استخدم الدواء في اني اعالج، زي مثلا انت لما يكون دلوقتي عندك دور سخونيه، عندك فيفر، تبدا تروح للدكتور يديك مثلا دواء زي الاسبرين او باراسيتامول اللي هو البنادول، اي دواء من دول، ده دواء خافض للحراره. طيب فده علاج، يبقى انت عالجت مشكله، يبقى ده المقصود بكلمه تريتمنت. طيب ايه المقصود بقى بكلمه بريفنشن، وقايه؟ تسمع عن العيان اللي عنده دي في تي اللي هو ديب فينوس ثرومبوزس، اللي بيكون عنده جلطه من كتر مثلا عدم الحركه وكده، يبقى عنده جلطه في رجليه، مش ممكن الجلطه دي تفك وتبدا تمشي في الاورده وتوصل للناحيه اليمين من القلب، وبعد كده القلب يضخها للرئه فتصد فتقفل الرئه فالشخص يموت، صح كده؟ يجي له بلمونري انفاركشن، صح؟ طيب العيان ده بيفضل طول عمره ماشي على ادويه سيوله عشان تقلل التجلط ده اللي هي الاسبرين. طيب الاسبرين ده اصلا بيعمل ايه؟ بيقلل البليتلت اجريجيشن، تجمع البليتلت مع بعض الصفائح الدمويه بيعمل جلطه، فده شغل الاسبرين. لما نيجي نشرحه ان شاء الله باذن الله يبقى نفهم بالتفصيل. لكن ده مثال لدواء فور بريفنشن، كوقايه. طيب الدواء كمان ممكن نستخدمه في التشخيص. ازاي؟ طيب اديني مثال. بص يا سيدي، عندك الباريوم، املاح الباريوم. الباريوم دي احنا عباره عن ماده مشعه بنديها للعيان اورال، بشكل اورال، عشان نصور بيها الجهاز اللي هو المريء، المريء والاستومك والحاجات دي كلها، عشان لو في انسداد ولا حاجه ونبدا نصور بالاكس راي. طيب يبقى دي ماده اهي، ماده كيميك العيان خدها، عشان طبعا انت عارف العيان اول ما ياخدها بيبدا يترسم معاك المريء، يترسم معاك الاستومك، كل ده كلام جميل. تبدا الماده الباريوم المشعه دي تبدا تظهر في الاكس راي على انها ماده بيضاء. طيب لحد مثلا تقف لحد هنا، يبقى معنى كده ان في انسداد في المنطقه دي. اذا انا استخدمت الباريوم اهو لتشخيص ان في مثلا انسداد في الاسوفجس، ودي عباره عن ماده كيميكال عباره عن دواء، يبقى دي استخدامات الادويه، يا اما فور تريتمنت، يا اما فور بريفنشن، يا اما فور دايجنوستس. طبعا الامثله كتير بس طبعا لما نخش في المنهج هتفهم الكلام ان شاء الله باذن الله بشكل ايه افضل. طيب تعالى بعد كده، احنا عندنا اول شابتر ان شاء الله باذن الله في الفارما اسمه الجنرال فارماكولوجي. الشابتر ده من اهم الشباتر اللي عليك، وهو من خلاله هتفهم بقى احنا هنكمل ازاي اصلا في الفارما وازاي نتعامل مع الادويه وكده. طيب ال الشابتر ده فيه علمين كبار جدا، علمين كبار، علم اسمه فارماكو داينامكس وعلم اسمه فارماكو كاينيتكس. طبعا انت عارف يعني فارما يعني دراج، لكن ما انتش عارف يعني كاينيتكس ومش عارف يعني داينامكس. طيب خلينا نبدا الاول نشرح يعني ايه كلمه داينامكس. كلمه داينامكس يعني وظيفه، يعني فانكشن، يعني اكشن، يعني الدواء هيعمل ايه في جسمك. عشان تفهم الموضوع بشكل افضل، لو هنقول مثلا ان ده الدواء وده العيان، طيب شغل الدواء في جسم العيان يعني ذا افكت اوف ذا دراج اون ذا بيشنت، هو ده الفارماكو داينامكس.
يعني الدواء هيعمل ايه في جسم العيان، هيشتغل ازاي، ولما يشتغل بايا كانت الطريقه اللي هيشتغل بيها زي ما هنوضح دلوقتي هيعمل ايه. يبقى ده شغل الدواء على الجسم، هو ده الفارماكوداينامكس اللي هي الدايناميسيتي اوف ذا دراج، وظيفه الدواء. طيب كلمه فارماكوكاينيتكس، كاينيتكس جاي من حركه، حركيه الدواء، هي عباره عن تاثير جسم العيان على الدواء. ايه ده؟ هو والله انا الدواء اخده من بره فياثر على جسمي، دي انا فاهمها، لكن جسمي انا ياثر على الدواء ازاي؟ انا هقول لك اربعه ازاي. اول حاجه جسمك بيمتص الدواء ايا كان، مثلا خدت الدواء اورال، خدته اي في، خدته عضل، ايا كان الطريقه اللي خدت بيها الدواء، يبدا الدواء يوصل للسيستميك سيركيليشن للدم، دي عمليه امتصاص، فدي حاجه الجسم عملها في الدواء. طب بعد الجسم يمتص الدواء يبدا يوزعه على كل الانسجه اللي موجوده في جسم حضرتك، يروح للبرين، يروح لللنج، يروح للليفر، يروح للكيدني، الحاجات دي كلها ديستريبيوشن اوف ذا دراج. طيب بعد ما الدواء يتوزع ويوصل للانسجه ويعمل الوظيفه بتاعته اللي هي الفارماكوداينامكس، يبدا الدواء يتكسر. طيب ما الجسم هو بيكسر الدواء عن طريق طبعا الليفر، انت فاهم الكلام ده وهنشرحه بالتفصيل لسه. طيب يبدا الجسم يكسر الدواء اللي هو الميتابوليزم. طيب بعد الجسم ما يكسر الدواء يتخلص منه بقى، يعمل له اكسكريشن، قال له طب كل ده الجسم عمله في الدواء، يبقى الجسم امتص الدواء، وزع الدواء، كسر الدواء، عمل اخراج للدواء، هو ده الفارماكوكاينيتكس. طيب عشان نفهم نتعمق اكتر في الموضوع ده، تعالى تعالى معايا هنا كده نفهم اكتر. احنا قلنا كده ان ده البيشنت صح، وده الدراج بتاع حضرتك، وقلنا تاثير الدراج على جسم العيان هو الفارماكوداينامكس، شغل الدواء. طيب هو الدواء لما بيشتغل في جسم العيان بيشتغل بحاجتين اتنين، معلومتين اتنين تكون عارفهم، هما معنى كلمه اصلا فارماكوداينامكس، الميكانيزم اوف اكشن اوف ذا دراج، يعني ازاي الدواء بيشتغل اصلا، ميكانيزم اوف اكشن، والحاجه الثانيه الاكشن نفسه بتاع الدواء. طيب عشان تفهم الكلام ده هديك مثال بسيط انت عارفه في الفسيولوجي. كان يقول لك في الفسيولوجي عندك ماده نيورو ترانسميتر زي الادرينالين، كان يقول لك ان الادرينالين ده تبع جهاز السمباثيك، اللي هو السمباثاوي، اللي هو الجهاز اللي لما بيشتغل بيرفع لك الضغط ويزود عدد ضربات القلب بتاع الاستريس والخوف ده. طيب الادرينالين من ضمن الريسبتور اللي موجود على القلب اللي تبع الجهاز السمباثيك البيتا 1 صح، ده ريسبتور، الريسبتور ده لما كان الادرينالين بيمسك فيه يبدا يزود عدد ضربات القلب، يزود الهارت ريت ويعمل تاكي كارديا، هو ده الميكانيزم اوف اكشن. لما ناخد الادرينالين من بره عشان نعالج مثلا بيه عيان ضغط منخفض فعايزين نرفع ضغط، او عيان مثلا عنده عدد ضربات القلب ضعيفه وقليله فعايزين نرفع عدد ضربات القلب، فنبدا نديله الادرينالين كدواء من بره، يخش الادرينالين يشتغل على القلب يمسك في الريسبتور اللي هو البيتا 1، فلما الدواء يمسك في الريسبتور ده الميكانيزم اوف اكشن. طيب لما مسك في الريسبتور عمل ايه؟ زود الهارت ريت، ده الاكشن. يبقى ده الميكانيزم ان هو اشتغل عن طريق ريسبتور، والاكشن ان هو زود الهارت ريت. برضو مش فاهم، عايز افهم اكتر. حاضر تعالى افهمك اكتر. بص يا سيدي دلوقتي احنا عشان نفهم الميكانيزم اوف اكشن اوف اي دواء، اي دواء انت هتاخده معايا في الفارما ان شاء الله هنعرف ان هو بيشتغل بميكانيزم من اربعه، في ميكانيزمين كمان صغيرين لكام دواء كده هيقابلنا في المنهج صدفه، فلما نجي لها ان شاء الله باذن الله بنتوسع فيها، لكن دلوقتي اي دواء انا هاخده هيشتغل بطريقه من اربعه، يا اما الدواء هيخش طبعا دي الخليه بتاعت حضرتك، يا اما الدواء يشتغل عن طريق ريسبتور يمسك في ريسبتور ويعمل الوظيفه بتاعته، يا اما يشتغل عن طريق بوابه الكترونات ايون تشانل، يا اما يشتغل عن طريق انزيم يزود نشاطه او يقلل نشاطه، يا اما يشتغل عن طريق كارير. طيب تعالى بقى نشرح كل واحده بالتفصيل وندي امثله ادويه هتقابلنا في المنهج ان شاء الله. طيب انت عارف طبعا الريسبتور خدت في الهيستولوجي ان هو عباره عن بروتين مولوكيول امبيدد في السلم برين، حته بروتينه كده موجوده على السلم برين، في جزء منها بره الخليه اكسترا سيلولر، في جزء منها جوه الخليه انترا سيلولر، والجزء اللي بره الخليه اللي هو الاكسترا سيلولر مسؤول ان هو يمسك في الدواء اللي انت هتاخده، اللي هو بالنسبه لنا احنا كفارما كان يقول لك في الفسيولوجي بيمسك في ايه؟ في نيورو ترانسميتر، لكن بالنسبه لنا هندي ادويه. طيب عايز اقول لك ان اكتر من 90% من الادويه اللي هناخدها في منهجنا بتشتغل عن طريق الميكانيزم ده، عن طريق ان هي تمسك في ريسبتور. اديني مثال زي ما قلت لك من شويه، احنا بناخد الادرينالين عشان نزود بيه عدد ضربات القلب صح كده؟ معلش انا هشخبط بقى عشان ايه نفهم بسرعه يعني عشان ما نضيعش وقت. طيب الادرينالين بيزود عدد ضربات القلب، طيب بيشتغل عن طريق انه يمسك في ريسبتور زي بيتا 1. طيب كونه مسك في ريسبتور بيتا 1 ده ميكانيزم، طيب عمل ايه بقى؟ زود الهارت ريت يبقى ده اكشن. الاثنين دول هم الفارماكوداينامكس. طيب في ادويه ثانيه بتشتغل بقى مش عن طريق ريسبتور، عن طريق بوابات ايون تشانل، نفتح او نقفل بوابات.
خدت في الفسيولوجي ان انت عندك بوابه زي مثلا بوابه الصوديوم. كان يقول لك ان بوابه الصوديوم دي لما تفتح يبدا الصوديوم يخش من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، وكان تركيز الصوديوم بره الخليه اعلى من جوه، فكان الصوديوم يخش من بره لجوه، ولما كان الصوديوم يخش جوه الخليه كان بيزود البوزيتيف تشارج الشحنات الموجبه جوه الخليه، فالخليه يحصل فيها ديب بولاريزيشن وتبقى اكتف فيحصل فيها اكشن، صح كده؟ طيب لو مثلا الخليه دي هنقول ان هي نيرف سيل، هنقول ان هي نيرف سيل، بص كده امسى بقى خالص حكايه الريسبتور دي، تعالى بقى نرسم نيرف سيل وليكن ده اللينجوال نيرف، ماشي، اللي هو مسؤول عن الاحساس في الاورال كافيتي والاسنان والحاجات دي كلها. طيب زي ما قلت لك ان دي مثلا نيرف سيل اهي، طبعا انت عارف النيرف سيل خدتها في الهيستولوجي ان هم متصلين مع بعض بايه؟ بجاب جنكشن. فلما كان مثلا يحصل اي ستيمولس هنا تبدا ان الصوديوم شانل تفتح ويبدا الصوديوم يخش جوه فيحصل دي بولاريزيشن، وتبقى هنا في اشاره موجبه واكتف، فتبدا الاشاره تتنقل من الخليه دي للخليه اللي جنبها لحد ما توصل للبرين، ويحصل يبقى هنا حصل بين ترانسميشن، وطبعا ده عصب سنسوري، فالعصب السنسوري لما بيشتغل بين اشاره الم بين، فيوصل للبرين على انه بين ايه؟ بيرسبشن. طيب انا دوري كمخدر لما ندي العيان مخدر موضعي اللي هو اللوكال انستيزيا، هناخده ان شاء الله باذن الله قدام، دواء مثلا اسمه الليدوكاين. الدواء ده اشهر مخدر موضعي بنستخدمه كدكاتره الاسنان. طيب الدواء ده بيشتغل ازاي؟ قال لك بيقفل بوابات الصوديوم، فلما نقفل بوابات الصوديوم يبقى هنمنع ان الصوديوم يخش من بره لجوه، وبالتالي هنمنع الديبولاريزيشن اللي هيحصل، فهنمنع نقل الاشاره العصبيه اللي هي اصلا مسؤوله عن نقل البين، وبالتالي يبقى منعنا ان البين ترانسميشن، وبالتالي منعنا ادراك الالم في المخ والبين ايه؟ بيرسبشن. يبقى ده شغل المخدر. يبقى ده دواء اشتغل ازاي؟ عن طريق ان هو قفل بوابه. طيب يبقى الميكانيزم اوف اكشن ان هو قفل صوديوم شانل. طب الاكشن انه قلل البين كلوكال انستيزي مخدر. طيب نرجع تاني نكمل بقيه الايه؟ الميكانيزمات. احنا قلنا كام ميكانيزم كده؟ قلنا من اصل 4-2 ان في ادويه بتشتغل عن طريق ريسبتور، وبعد كده قلنا في ادويه بتشتغل عن طريق بوابات تفتح او تقفل بوابات. طيب في ادويه ثانيه بقى بتشتغل عن طريق كارير. هفكرك، انت عارف المشكله ان احنا معظم الادويه اللي عندنا بتكون قايمه على فهمك للفسيولوجي، فانا لازم افكرك كل شويه بالفسيولوجي عشان اشرح لك مثلا الدواء ده هيشتغل ازاي. طيب فاكر كان يقول لك تخيل معايا دي ان نهايه دي نهايه عصب اللي هو النيرف اندنج، ودي مثلا تارجت تيشو، تيشو معين موجود، ماشي. طيب كان يقول لك مثلا ان النيرف اندنج هنا بيبقى فيه عندك نيورو ترانسميتر متخزنين جوه حويصلات، وليكن مثلا الحاجات اللي متخزنه هنا هرمون الدوبامين والسيروتونين اللي هم هرمونات السعاده، والتيشو ده مثلا هو الليمبيك سيستم اللي هو السيستم المسؤول عن الايموشن، اللي هو مثلا بتبقى فرحان وهكذا. لما يجي يشتغل بقى النيرف اندنج وتوصل الامبلس هنا يبدا الدوبامين والسيروتونين يطلع ويمسك في الريسبتور بتاعه اللي موجود على الليمبيك سيستم ويشتغل. بعدها بشويه يجي بقى كارير، اهو كارير، ركز. الكارير ده يعمل ايه؟ ياخد الدوبامين من المكان هنا من السايت اوف اكشن من الشغل بتاعه ويرجعه تاني للنيرف اندنج، يعمل له ري ابتيك. طب سؤال، لما نعمل له ري ابتيك يبقى انا عملت كده في كميه الدوبامين اللي موجوده هنا؟ قللتها. طيب في ادويه بقى اللي هي ادويه مضادات الاكتئاب تعمل ايه؟ وظيفتها تعمل ايه؟ تمنع الكارير ده اصلا، وبالتالي تقلل الري ابتيك بتاع هرمونات السعاده من مكان شغلها وترجعها تاني للنيرف اندنج. يبقى انا كده زودت الديوريشن بتاع الاكشن بتاع الدواء. ده مثال على ادويه بتشتغل على كارير، هشرحها بالتفصيل. في ادويه بعد كده بقى بتشتغل على انزيمات، يعني عدد كبير جدا من الادويه. طبعا اشهر ادويه، يعني اشهر دواء في الطب بيشتغل على الانزيمات الادويه اللي بتعالج الضغط. عشان اشرح الحته دي لازم افكرك برضو بجزء في الفسيولوجي للاسف، وانا عارف ان انت معاق ومش فاكر حاجه، فركز معايا. بص يا سيدي، كان يقول لك ان انت لما يكون ضغطك منخفض تبدا الكدني تطلع هرمون الرينين، فاكره؟ خدته في الفسيولوجي. تبدا تطلع هرمون الرينين. كان يقول لك ان الرينين ده هو يروح للليفر بتاع حضرتك، الكبد بتاع حضرتك. الليفر ده بيصنع ماده اسمها انجيوتنسينوجين، الماده دي هي ان اكتف انجيوتنسينوجين. يروح الرينين ده محول الانجيوتنسينوجين دي لماده اسمها انجيوتنسين 1، صح؟ طيب الانجيوتنسين 1 دي موجوده فين دلوقتي؟ موجوده في الدم في السيركيوليشن، ماشيه مع البلاد فيس في الدم، فتروح لحد اللنج.
اللنج بتطلع انزيم اسمه ايس انزيم، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، من اسمه كونفرتنج يعني بيحول، هيحول الانجيوتنسين 1 اللي هي ان اكتف لانجيوتنسين 2 اللي هي اكتف. كان يقول لك ان الانجيوتنسين 2 دي في الفسيولوجي في سنه اولى لما خدتها كان بيعمل في الشرايين البلاد فيسل فازو كونستريكشن، يضيق الشرايين ويزود السولت والووتر ريتينشن، يزود الري ابزوربشن بتاع الاملاح والميه، فكان يرفع الضغط. انا دلوقتي كعيان ضغط مرتفع عندي هايبر تنشن، ايه رايك في الميكانيزم ده في جسمي؟ مش عايزه طبعا لان ده بيرفع الضغط، فانا هنا حدي دواء يعطل الانزيم ده اسمه ايس انهبيتور. طيب يبقى ده دواء بيشتغل عن طريق ان هو يعطل الانزيم اللي هو الايه؟ الايس انزيم. يبقى ده مثال لدواء. يبقى سؤال بقى، الدواء ده اللي هو الايس انهبيتور الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو عطل انزيم اللي هو الايس انزيم. طيب لما عطل الانزيم الاكشن بقى اللي هو يعني بعد ما عملنا الميكانيزم في اكشن حصل اللي هو ايه؟ اللي هو انا منعت الفازو كونستريكشن، منعت السولت والووتر ريتينشن، وبالتالي منعت الهايبرتنشن. طيب يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ اغلب الافكار بتاعت الادويه بتشتغل ازاي؟ هلخص لك اللي احنا قلناه بسرعه كده عشان تبقى مجمع معايا. بص يا سيدي، احنا قلت لك اول حاجه ان دي الخليه بتاعت حضرتك. انا دلوقتي بشرح فيه، بشرح في جزئيه الفارماكوديناميست اللي هو الاكشن والميكانيزم اوف اكشن. طيب قلت لك ان في ادويه واغلب الادويه اللي هناخدها في منهجنا بتشتغل عن طريق ريسبتور موجود على سطح الخليه. اعطيتك مثال الادرينالين بيمسك في البيتا 1 ريسبتور اللي موجود على القلب فيعمل ايه؟ فيزود الهارت ريت. كون الادرينالين مسك في البيتا 1 ده ميكانيزم، طب زود الهارت ريت ده اكشن. طيب عسيب بعد كده خدنا تاني ميكانيزم على الايون تشانل زي مثلا الصوديوم، قلت لك ان في ادويه هتقفل الصوديوم تشانل. طيب كون في دواء يقفل صوديوم تشانل ده ميكانيزم. طيب لما قفل الصوديوم تشانل عمل ايه؟ منع الديبولاريزيشن وبالتالي منع البين، فده استخدام كلوكال انستيزيا، منع البين مخدر موضعي، صح كده؟ يبقى ده ميكانيزم وده اكشن. طيب في ادويه بتشتغل عن طريق انزيم، صح كده؟ لكن ايوه عينك وحشه. طيب الانزيم اهو بيشتغل عن طريق انزيم زي ايه؟ زي قلنا الايس انزيم، زي ده اسمه كابتوبريد، بيشتغل عن طريق انه يعطل الانزيم وبالتالي يحصل اكشن بعديها. في ادويه بتشتغل عن طريق كارير زي ادويه مضادات الاكتئاب، قلت لك بتمنع الري ابتيك، الكارير ده بيزود الري ابتيك، فاحنا لما ندي ادويه تمنع الكارير يبقى نمنع الري ابتيك وبالتالي هنزود الدوبامين في الاكشن بتاعه، فنحافظ ان الشخص ده يبقى فرحان وحلو كده وايه وسعيد زيك كده دلوقتي. تمام كده ده الميكانيزم اوف اكشن. احنا كده خلصنا جزئيه الفارماكوديناميست. يبقى اي دواء هندرسه هندرس فيه اول جزء اللي هو الفارماكوديناميستي اللي هو ازاي الدواء بيشتغل اللي هو الميكانيزم والاكشن. طيب في جزء بقى تاني في الجنرال فارماكولوجي، اي دواء هناخده هندرس حاجه اسمها الكاينيتكس اللي هو الايفكت اوف ايه؟ اوف بادي اون ذا دراج، الجسم بيعمل ايه في الدواء؟ زي ما انت قلت لي كده ان الجسم بيمتص الايه؟ الدواء. طيب الجسم خلينا نرجع كده. طيب احنا قلنا بقى فارماكوكاينيتكس اللي هي حركيه الدواء، تاثير الجسم على الدواء. اول حاجه الجسم بيمتص الدواء، ايا كان الدواء اتاخد اورال يبقى هيمتص من الجي اي تي، اتاخد اي في بدخل الدم على طول بقى مش محتاج امتصاص، ده دخل كله يعني، اتاخد من تحت الجلد بيمتص من تحت الجلد يروح الدم، يبقى ده امتصاص الدواء. طيب يبقى ده حاجه الجسم عملها في الدواء. بعد الجسم ما يمتص الدواء يبدا يوزعه في السيركيوليشن، يوصل بقى ايه للانسجه اللي هو الدواء هيشتغل عليها اللي هو الديستريبيوشن، في ادويه تروح للبرين، في ادويه تروح لللنج وهكذا. يبقى الجسم عملي في الدواء، وزع الدواء، بعد كده الجسم يكسر الدواء. طبعا الديستريبيوشن الدواء بيوصل فيه للتارجت تيشو فيعمل الجزئيه دي اللي هو يشتغل بقى اللي هو الميكانيزم اوف اكشن والاكشن. طيب بعد ما يشتغل يبدا الجسم يكسر عن طريق الليفر، طبعا مين الليفر؟ في حاجه ثانيه بتكسر. طيب وبعد ما يكسره يبدا يعمل له اكسكريشن، ده جزئيه الفارماكوكاينيتكس. يبقى اي دواء هناخده طول ما احنا ماشيين هندرس الموضوعين دول بس، طالما خلصنا الموضوعين دول كده الدواء خلص. طيب عشان تفهم الموضوع ده خليني اديك مثال. ان شاء الله باذن الله لما نمشي في المنهج هناخد دواء مثلا زي الانسولين، طبعا انت عارف الانسولين يعالج السكر، صح كده؟ طيب لما نيجي ندرس الانسولين هندرس فيه ايه؟ هندرس فيه موضوعين، موضوعين اتنين اللي هي فارماكو داينامكس يا فارماكو كاينيتكس. طيب يعني ايه كلمه داينامكس؟ يعني شغل الدواء، تاثير الدواء على الجسم، ذا افكت اوف ذا دراج اون ذا بودي. طيب هيعمل ايه الدواء؟ هيشتغل ازاي؟ هيشتغل ازاي؟ ده الميكانيزم اوف اكشن. هقول لك ان الانسولين ده بيشتغل عن طريق ريسبتور، يبقى ده ميكانيزم، صح كده؟ وليكن مثلا دي الخليه بتاعتنا اهيت، عشان طبعا الكلام ده لسه هشرحه بالتفصيل قدام، انا بس بديك فكره احنا عملنا ايه النهارده. طيب الانسولين ده لما يروح يمسك في الريسبتور، عايز اقول لك ان الريسبتور بتاع الانسولين عامل كده عباره عن اثنين سبيونت كده، الفا سبيونت هنا والفا سبيونت هنا واثنين سبيونت هنا، بيتا سبيونت وبيتا سبيونت. فكان الانسولين يروح يمسك في الريسبتور بتاعه، ده كده ميكانيزم. طب لما كان يمسك في الريسبتور بتاعه كان يعمل ايه؟
في عندك كارير او ترانسبورتر للجلوكوز متخزن جوه الخليه هنا اسمه جلوت 4. يبدا الانسولين لما يشتغل ويمسك في الريسبتور بتاعه ينقل الاشاره لجوه الخليه، تبدا ان الجلوت 4 ده يتحرك من جوه الخليه، يبقى هنا موجود على السيل ميمبرين، الميمبرين بتاع الخليه نفسه. طيب الجلوت 4 من اسمه جلو يعني جلوكوز، ترانسبورتر يعني ناقل للجلوكوز. الجلوكوز موجود هنا بره الخليه اهو في الدم، فلما الجلوت 4 يبقى موجود هنا يبدا ينقل الجلوكوز من بره الخليه لجوه الخليه. الله، ده كده الانسولين عمل ايه في مستوى الجلوكوز في الدم؟ قال لي يبقى صح، انا اخدت في الفسيولوجي ان الانسولين هايبو جلايسيميك هرمون ووظيفته ان هو يقلل الجلوكوز في الدم. طيب ده كده الاكشن ان هو يقلل الجلوكوز. طب ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ ان هو اشتغل عن طريق ريسبتور بس. ده كده الدايناميست اوف الايه؟ في الانسولين. طيب بعد كده هناخد الايه؟ الكاينيتكس بتاع الانسولين. الامتصاص بتاعه عامل ايه؟ والله الانسولين ده تركيبه بروتين، ولو العيان خده اورال هيبدا يتكسر بالانزيمات اللي بتهضم البروتين في المعده زي البيبسين وفي الامعاء زي التريبسين، وبالتالي الانسولين كده هيتكسر مش هيمتص. اذا امتصاص الانسولين اورال وحش، وبالتالي مش هاخده اورال. بعد كده تقول لي طب ليه ما اخدش هوش مثلا وريد اي في؟ طبعا انت الروت وفي الادمنستريشن هتعرف ان الدواء يا اما يتاخد وريد اي في، يا اما يتاخد عضل انترا ماسكولر، يا اما يتاخد اورال فموي، يا اما يتاخد تحت اللسان سابلينجوال، يا اما يتاخد ريكتال شرج، يا اما كمان يتاخد توبيكال يعني زي المراهم والكريمات تحط على الجلد موضعي. في محاضره كامله وسيكشن كامل هنشرح فيه الروت ادمنستريشن بالتفصيل، لكن خلينا مثلا دلوقتي نقول ليه ما ناخدش الانسولين اي في؟ والله الانسولين لو اتاخد اي في هيخش الدم ويشتغل مره واحده، ولما يشتغل مره واحده هيقلل مستوى الجلوكوز في الجسم مره واحده، ودي كارثه. العين يجي له هايبوجلايسيميك كوما، لان انت عارف ان الجلوكوز ده اصلا اهم حاجه بيتغذى عليها البرين، وبالتالي لما يقل مستوى في الدم مره واحده ده هيكون توكسيك للبرين، فالعين يخش في غيبوبه هايبوجلايسيميك كوما. اذا ما ينفعش ادي الانسولين اي في ده انا موت العيان، صح كده؟ طيب ليه ما ادوش عضل انترا ماسكولار؟ قال لك لما اعطينا الانسولين عضل لقيناه بدا لقيناه بيترسب في العضلات، يترسب ويعمل فيها بين ويعمل فيها هيماتومه. ده مش كده وبس، ده لقيناه كمان ان العضلات كمان برضو كميه، انت عارف ان المصل كميه البلاد سبلاي اللي رحلها كتير جدا، فبرضو امتصاص الانسولين هيكون بسرعه، وبرضو ممكن يدخل العيان في هايبوجلايسيميك كوما. طيب عشان كده لقينا ان احسن طريقه ندي بيها الانسولين تحت الجلد سب كوتينوس. اصح ده انا تيتا عندها السكر وبتاخد الانسولين بقلم كده، صح؟ بتاخده تحت الجلد. طيب ليه تحت الجلد؟ لان الامتصاص تحت الجلد هيتم واحده واحده، هيتم جراديوال. هيبقى مثلا عندك الانسولين متخزن تحت الجلد دوت، كل شويه جزء منه يروح للدم، جزء يروح للدم، وبالتالي انا بقلل مستوى الجلوكوز في الدم واحده واحده. طيب انا كده عملت ايه؟ انا كل ده بشرح فين؟ في الابزوربشن بتاعه. لما فهمت الابزوربشن بتاعه عرفت ان انا ادي الانسولين ازاي. احسن طريقه والله دي سابلينجوال. طيب بعد كده الانسولين بيتوزع، الديستريبيوشن بيروح للتيشو اللي بيشتغل عليه اكتر. هي ايه اكتر تيشو الانسولين هيدخل فيها جلوكوز، هيزود فيها الجلوكوز ابتيك؟ والله التيشو اللي تشتغل بمجهود بدني رهيب وبتستهلك جلوكوز كتير زي العضلات، زي الاديبوس تيشو، صح؟ يبقى ده الديستريبيوشن اللي هو بيروح للتارجت تيشو. طيب لما راح للتارجت تيشو بدا يشتغل اللي هو الفارماكو داينامكس عن طريق انه يمسك في الريسبتور، وبعد كده يزود الجلوت 4 فيزود الجلوكوز ابتيك وهكذا. يبقى ده الشغل بتاعه اللي هو الداينامكس. نرجع تاني بقى على الميتابوليزم، بعد ما عمل الشغل بتاعه يبدا يتكسر عن طريق مين؟ الوحش طبعا الليفر، وبعد ما يتكسر يبدا يخرج عن طريق الايه؟ عن طريق الكلى. ان شاء الله باذن الله بقى لما نيجي نشرح بقى ونخش بالتفصيل نفهم بقى ان في طرق ثانيه لتكسير الدواء غير الليفر، في حاجات ثانيه بتعمل اكسكريشن للدواء. الدواء على فكره بشكل عام ممكن يخرج في البايل في الاستول، ممكن يخرج عن طريق العرق اللي سويت وهكذا، ممكن يخرج في الصلايفة، ممكن يخرج في التيرز الدموع. ففي طرق كتير جدا، بس احنا كده ده اللي احنا عملناه النهارده، ان احنا بدانا نفهم يعني ايه فارما، يعني ايه دواء. اتفقنا ان الدواء ده عباره عن كيميكال سابستنس يزود وظيفه او يقلل وظيفه في جسمك، لكن ما يعملش حاجه جديده لان هو مش ساحر. طيب واتفقنا استخدامات الادويه، يا اما اعالج بيه، يا اما استخدمه كوقايه بريفنشن، يا اما اشخص بيه. وبعد كده بدانا نفهم يعني ايه فارما. الفارما علمين كبار، علم اسمه فارماكو دايناميستي اللي هو اذا افكت اوف ذا دراج اون ذا بودي، شغل الدواء على الجسم عن طريق موضوعين كبار، الميكانيزم اوف اكشن الدواء بيشتغل ازاي، يا اما الدواء يشتغل عن طريق يتارجت ايفلت سيل، يا اما يتارجت ريسبتور، يا اما يتارجت ايون شانل، يا اما يتارجت انزيم، يا اما يتارجت كارير. يبقى فهمنا الدواء ممكن يشتغل بطريقه من اربعه، وايا كان الطريقه اللي هيشتغل بيها هيعمل اكشن، هيعمل وظيفه بناء طبعا بعد ما الميكانيزم. طيب بعد ما عمل الاكشن بتاعه يبدا الدواء بقى ايه؟ ندرس موضوع تاني خالص بقى اللي هو الايه؟ الفارماكوكاينيتكس، حركيه الدواء، الدواء امتصاص الدواء. والله في دواء بيمتص احسن من دواء، طب في دواء امتصاصه اصلا بالطريقه الاورال وحش، لا فمش هاخده اورال هاخده بطريقه ثانيه وهكذا.
يبدا الدواء يتوزع. طب ايه التيشو اللي بتحب؟ طبعا انت عارف ان كل ما يزيد عدد الريسبتور، يعني مثلا لو ده تيشو وده تيشو، ايه اللي يخلي مثلا التيشو ده يخلي الدواء مثلا دواء معين يروح للتيشو ده اكتر من التيشو ده؟ ان الدواء ده عليه مستقبلات التيشو ده عليه مستقبلات للدواء ده اكتر من التيشو ده. فده برضه هناخده في قصه الديستريبيوشن، وبعد كده قصه الايه الاكسكريشن وتوزيع الدواء. بس كده اتمنى يكون فهمت محاضره النهارده، جاست اورينتيشن لحد ان شاء الله باذن الله ما نبدا في المنهج.